خلال تمشيطها المزارع المحيطة بحرسة في ريف دمشق، قواتنا الباسلة تعثر على نفق بطول 300 متر. في إطار ملاحقتها لفلول العصابات الإرهابية المسلحة، تمكنت وحدة من قواتنا المسلحة الباسلة من كشف نفق يمتد من مزارع مديرة باتجاه إحدى النقاط العسكرية التابعة للجيش العربي السوري. تم اكتشاف النفق ليلا وبطول 300 متر على عمق 6 أمتار، وارتفاع النفق 1.50 متر تقريبا، وعرضه حوالي المتر. كان الإرهابيون المسلحون الإرهابيون يبغون تدمير الأماكن الحساسة في المنشأة، ولكن بجهود أبطالنا وقواتنا المسلحة تم اكتشاف النفق قبل وصولهم إلى هدفهم. كان معكم مراسل الإدارة السياسية حرسة ريف دمشق.